كاب اف ام الكلمه ليك شارل ازنافور لامور سي كوم ان جور حلوه برشا الاغنيه شارل ازنافور ديما اغنيه معبره اغنيه فيهم بوكو دو ميساج اغنيه فيهم برشا حكايات خاصه في موضوع برنامجنا وبرنامجكم مع وهبي العشرة و14 دقيقة متواصلين معكم إن شاء الله حتى المنتصف الليل كبتيو في موجتنا على كابا فيم على 91.5 105.6 و 95.2 كما أيضا تسمعونا اون ستريمينج سورتو الناس اللي قاعدين سهرين وقاعدين شادين السمارتفون متاعهم ولا الايباد وإلا les ordinateurs متاعهم يسمعونا اون ستريمينج على www.capradio.tn. نحن باش ناخذوا اول اتصال الليله وبكل الحب نستناو في اتصال من عند دلندا في الانتظار انه يوصل لنا الهاتف. نعرفوا برشا ناس قاعدين يبعثونا في كلام حلو، فما رسائل عتاب، فما كلام رومانسي، فما قصائد حب وقصائد غزل، فما دي ميساج دامور، لكن اللي دائما نتسائلوا اللي يبعثونا في الكلام الحلو هذايا، سألتهم عديدة المرات يعني الكلام اسكو إلي ديستيني لشخص معين أو الإنسان معين، دائما يقولوا لي لا، ولكن تحس في كلامهم أنه سيبلي وموجه لإنسان أو خاصة كي تبدأ فيها عتاب وتبدأ حاجات حزينة هكاية، ولا ساعات فيهم حتى حاجات متاع أنه إنسان ماخذ في خاطره من شخص آخر ما يحبوش يقولوا لشكون، لكن يبقى دائما الكلام حلو والكلمات معبرة جدا. ناخذ أول اتصال وبكل الحب نقوله ألو. ألو عسلامة. مساء النور. مساء الورد. صباح. الحمد لله. شكون معنا سامحني؟ وسيم بن خيار. شكون؟ وسيم بن خيار. وفاء من بن خيار. بن خيار. صباح وفاء. هيك شوية. شبيك. وفاء قديش عمرك ساعة سامحني؟ 23. 23 سنة. وش تعمل في الدنيا وفاء؟ قاعدة في الدار. قاعدة في الدار. مخطوبة وإلا مرتبطة وإلا متزوجة وإلا شنو؟ معرفة. متزوجة. عندك برشا متزوجة وفاء؟ قربت العام. قربت العام. والزواج يعني جاء نابع من قصة حب ولا؟ ليلي. يعني زواج تقليدي عادي. تقليدي. وفاء تعمل مزية تعلي في صوتك شوية باش يسمعوك بالكدا، باش هكاكا نتفاهمو ونجمو نحكيو مع بعضنا بالكدا بالكدا. قلك زواج تقليدي هكا تسمع عليت في صوتك. ماكسيموم هذايا كيفاش؟ قلك معش نجم نزيد أكثر. تحكي بالسرقة ولا شنو؟ أيوه. أبون؟ بالسرقة على شكون معناها؟ على راسك تحكي في سرقة على راسك. باهي اوكي. باهي وفاء. نعم. كيفاش زواج تقليدي ومعناتها يعني تخلقت بعده مشاكل للزواج هذايا؟ برشا مشاكل. اللي هي؟ انا وراجلي ماناش متفاهمينش بالأرض. يعني خليته ما نحبوش. خديته ما تحبوش، شنو السبب اللي خديته ما تحبوش؟ دارنا. داركم معناتها أجبروك أنك تاخده. وقبله هو كن عشت قبل علاقة حب حاجة؟ عشت ومازلت نعيش فيه. عشت ومازلت تعيش فيه. كيفاش ما عشت ومازلت تعيش فيه؟ أنا حبيت واحد ولتو نحبه. ومازال عندك عليها أخبار معناها؟ لتو نبدي صار أنا وياه. مازلت في اتصال بيه؟ نشوفه كل يوم. وتشوفه كل يوم. وشنو اللي خليك معناتها ترضى انك تتزوج؟ دارنا غصبوني، يحبوني نعرف. وعلاش السيد اللي تحبه ما تقدم لكش هو وخذيته هو؟ دارهم خلقوش. دارهم هما ما حبوش. وعلاش ما حبوش؟ خاطر هما ناس لبس عليها. على خاطر؟ هما الناس لبس عليهم. خاطر هما الناس لبس عليهم.
يعني هما يحبوا ياخذوا إنسانة في نفس الطبقة. هكاك. قديش عندك تعرفوا أنت السيد اللي تحبوا هذا؟ 3 سنين. 3 سنين. أنا بالحق مش نورمال. حب ما بيناتنا مش نورمال. يعني كيفاش؟ كيفاش؟ مش عنيش. مدللني. يحبني. يخرجني. يفرعدني. أي حاجة نحبها يعملها لي. ما خليتش نبكي جملة. لكن في العلاقة اللي انت فيها تويكا تحسش انه علاقة غير مشروعة وفاة؟ لا مش قد نعمل حاجة خايبة. معنى نحبوك مش معنى مش قد نعمل في حاجة خايبة. معنى مش قد نعمل حاجة خارج. معنى حاجة عادية. معنى حال تحبك معناتها قاعدين تحب. يعني مفهمش علاقة حاجة. تتقابلوا تشربوا قهوة كذا. ولكن إلى متى باش يدوم هل 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 لين يكمل عرس هو يقعد معايا زادة. كيفاش؟ لين يعرس هو يقعد معايا. زادة هو يزمو يعرس ويقعد معاك. وتقعدوا من بعضكم هكيكا مدى الحياة. معناتها أنت معرسة وهو معرس. كاتب هو مش كاتب لي وأنا مش كاتبت له. مش تعمل لا. ولكن في حالات كيما هكا وفاء يلزم تتقص من المفروض العلاقة. معناها ما نجمناش. كيفاش ما نجمتوش؟ حاولنا ما نجمناش. هو حاول باش يبان لي نجمش. ما نحاولش ما نجمش. معناها انت تحس في روحك مش قاعد تعمل في حاجه غلطه. معناتها الان بالكل حاجه غلطه كتبت عليه. حاجه غلطه كتبت عليه. ومقتنعه سيد مش نتعارك. انا راجل ودي ما ينصح فيا. قال لي تعارك شتوي ودل وعمل. قلت له انا تعارك انا راجل. قال لي ما نحبكش كيك. قاعد يسمع فينا هو صديقك هذا؟ والله ما نعرف. انا رأيت اللي جعلتكم نمر وحبكم تتصلوا لي وش نحكي انا وياه او خاص. بس تحكي انت وياش بتقول حتى متعركي من ويا اليوم. ما تتحب تصلح الامور انت. اي باي حاولوا نتصلوا بيه. نحن على كل حال شوفوا مع دلندا في الاعداد نحاولوا نتصلوا بيه. على كل حال ان شاء الله يكون يستقبلنا بصدر رحب لأنه ينجم يرفض التدخل. إذا رفض التدخل حاجة شنو يعني بالنسبة لك أنت؟ عادي عادي. كل شيء نهار نسامحه ولو يسامحني. أنتم قديش عندكم متعاركين؟ سباحة. سباحة. توا معناه وفاء. معناتها انا نحس فيك تحكي في حكايه وكانها عاديه على الاخر. معناتها وفاء حتى عادي مش عادي ما قلقنيش. معناتها علاش ما حاولتش تتقرب من زوجك انك تقرب له اكثر تتعرف عليه اكثر تعرف شخصيته؟ صحيح انه ما خذيتوش على حب وهذايا معناتها لازموك داركم وكذا. معناتها توا اللوم بعد القضاء بدعة كما يقولوها. لكن اذا وصلتوا توا اللي انتوما فيه وانت متزوجه وعندك صغار ولا قريب تولد؟ به معناتها علاش ما تخممش انك توا قريب تولد؟ معناتها باش يولي عندك مسؤوليه وعندك صغير معاك. معناتها من المفروض ومن الارجح انه 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 تلم عائلتك وترضى باللي انت موجوده فيه وتحاول انك تصلح الامور. الاتصال على ما اظن وصل. يقول لي بليل الو. الو عسلامة. مساء النور. عسلامة اخويا. شنو احوالك؟ لاباس. مرحبا بك في برنامج مع وهبي على كفافان. شويه ربي يخليك. عايشك. الاسم سامحني الكريم. حلمي بن سلم. حلمي منين تكلم فينا حلمي؟ من بني خيار. من بني خيار زي به. حلمي
نعم. ما نعرفش إذا في بالك شوية بالموضوع ولا لا؟ لا ما في باليش. به. وفاء. كيف؟ وفاء الاسم ده يعني لك حاجة؟ لا. ما يعني لك؟ وفاء. وفاء من بني خيار أي. اه اي يعني لي حاجه اه يعني لك حاجه بهتني خط قلت لي ليه معناتها ما 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 نجمش اذا تقول لي ليه ما نجمش نواصل معك لا لا عندي يعني لي حاجه به حلمي كانت نجم هكا تقعد لنا في بلاصه هكا ما يكونش فيها برشا حس اوكي ديجا كنت في القهوه اني بدات فيها اه مرحبا بك قديش عمرك حلمي عمري 29 سنه 29 سنه موكش متزوج بيان سور لا لا مانيش متزوج به وفاء دونك اتصلت بنا تحكي لنا على قصة حب تعيش فيها معاك صحيح اللي هي قصة عندها 3 سنين صحيح ولكن هي متزوجة صحيح وعلى أبواب ولادة صحيح اللي مستغربوا في الامر لانه هي تحكي وكانه ما فما حتى شيء معناتها تحكي في حكايه عاديه على الاخر مراه متزوجه على روحها وعندها صغير زي في الثنيه وتحب في حلمي هذايا وهو يحبها قلت لها علاش حلمي ما خذكش يعني علاش من المفروض كي تحبوا بعضكم ما تزوجتوش قالت لي اللي العائله نتاعك رفضوها لاسباب ماديه لانه انت ابارامون العائله نتاعكم معناتها لابس عليهم وهي ما هيش لابس عليهم لا انا ماما توقع شيء ذي وانا ما حكيت له لا شيء ذي هي ممكن ترى فيه حكايه ذي من مخها إيه معناتها شنو اللي يخليك انت اذا تحبوا بعضكم عندكم 3 سنين حلمي والله مكتوب هو فهمني ايه واحد ما ينجمش يعصي كلام والديه لا اكثر لا اقل هذا اللي نجم يعني نقولك يعني انت معناتها ابوك وامك ماهمش راضين بالعلاقه هذه هكاك اخويا علاش شنو هي الاسباب؟ والله اش نقول لك مثلا ماش امي ما تعجبهاش الطفله هذيك ما نعرفش عليها. اش معناها ما تعجبهاش؟ معناتها هكا شافتها مثلا ولا شافت تصويرتها ما عجبتهاش هكا هو لا لا ممكن في تصرفاتها ممكن تعرفها فهمني ممكن سهلت عليها. يا عاد ممكن انت تعرفها اكثر يعني انت من المفروض توفق بين ال امي قالت لي ليه ما نجمش نعرف كلام والدي انا. باهي. صحيح نحبها ونعزها وكل شيء اما بالضرورة تحكي امرأة مجرد عصي ولا ايه نسألك سؤال جاوبني بصراحة بالطبيعة لفات انك معناتها العلاقة توا اللي انت تمر بها معها هي علاقة غير مشروعة صحيح ولا صحيح ما تراش انه انك انت ما يعتق قبلت انك ما تعصيش والديك في حاجة لكن قاعد تعصي في حاجات اخرى معناتها في حاجة بالله علي انت كلمتني بتوجع لي قلبي توا لا مش عارف الشعب الكل لك يشك راهو مرت راجل مع واحد ومانيش عارف صاحبه مع صاحبته ومعرس مع واحد اخرى هذيك انا قلت يشكك راهو معناها تحسها حاله عاديه على الاخر مش عاديه عاديه ان شاء الله مانيش عارف ربي يتوب علينا ما نجمش نحكي لك ما نجمش نحاها الحكايه هذيك خاطر ديجا طفله وطفله حبيبه وما زلت تحبها بالطبيعه ما زلت نحبها انا سالتها قلت لها معناتها شنو تتوقع في المستقبل قالت لي نتوقع انه هو باش يتزوج ويقعد معايا معناتها هذا صحيح والله معناتها اذا تتزوج انت تقعد هكا في علاقه أنا غير وعدت انا وعدتها راو اما ما نعرفش على روحي نجم تتبدل كي ناخذ امراه تبدل كومبليتمون ما نعرفش انا وعدتها ما نعرفش واحد ما يعرفش وعدتها شنو وعدتها وعدت انا اقعد معك كاو حتى كنت تتزوج بالطبيعه به حلمي انا باش نرجع نكملوا معاك الحوار اذا تسمح بالطبيعه لكن باش نعطيه المجال الى قسم الاخبار ومن بعد نرجع نكملوا معاك هذا الحوار نحن الان باش ناخذوا بوز مع قسم الاخبار وزميلنا وجيه النمر نرجع نكملوا معكم هذا المشوار في مع وهبي بكل الحب 10:39 رجعنا لكم بعد موجز الأنباء مرحبا بكل اللي التحقوا بنا الآن على موجاتنا على 91 505 96 2 تكبتوا في موجة كابا فيم أيضا أون ستريمينج على www.capradio.tn كنا نسمع في زياد برجي ما بيستحوا وبس نرجعوا للمكالمة اللي كانت معنا وفاء وحلمي حلمي ألو أهلا وسهلا
السلامة أخويا. تبغى لاباس؟ الحمد لله. ما خلينيكش تستنى برشا؟ لا خليتوني نستنى برشا. ياك حاطين لك غنيه عاد فرهد. هي غنيه حيرت لي المواجع الغنيه اللي حطيتها لي. مربي. والله حتى النوم طار عليا واو. انت في القهوه اخي كنت باش ترقد في القهوه؟ اي ما هو كباني النوم في القهوه خدت القهوه نتاعنا كوب ديجا صاي عنا واحد قهوه جبريت شويه اسمه كعبول. اي باهي. فهمني باهي باهي بس ما نخرجوش من الموضوع حلمي. نعم. دونك نحن كنا نحكيو على وفاء انت قلت لي كلمة معناها بصراحة أنا ما عجبتنيش معناتها ما قلت لي الناس الكل ولات تعيش هكاك. أي بريسك 40% في تونس تعيش هكاك. كيف هكا معناتها إحصائيات عملهم أنت ولا شنو؟ أي أي أنا عامل إحصائيات نتبع فيهم. كيفاش نرى فيهم بعينيا؟ نرى فيه شيء منيح. يعني أنت حلمي. نعم. وقت اللي تبدأ مع أنت صحيح تحبها معناتها هذا يمكن ما نجمش نشكك فيه. باهي. لكن ما تراش انه انت تنجم تسبلها مشكل كبير في عائلتها وخاصة انه هي بتجيب صغير معناها معناتها تنجم تكون انت سبب في تشتيت عائلة؟ لا لا امبوسيبل انا ديما نركح فيها مع رجلها. كيفاش تركح فيها مع رجلها؟ يا بنتي فما يا ودي فما برشا حكايات صايرين ما نجمش نحكيهم انا راه مش عارف 10 مليون تونسي يسمع فيها ولا قديش فهمني؟ ثم حاجات اسرار بيناتنا ما نجمش نحكيهم انا فهمني اما ديما خلي فيها بس تقرب الرجل وتحفظ على عائلتها كاو. يا حلمي انت معناتها في قرارة نفسك تعرف اللي هو غلط ولا لا اللي تعمل فيه؟ بالطبيعة نعرف اللي هو تعرف اللي هو غلط مقتنع بالطبيعة مقتنع هاي وقت اللي نعملوا حاجة غلط علاش نستمروا فيها معناتها؟ والله ايش نقول لك هذه حاجه اقوى مني اللي زد استغربته في فيك حلمي قلت لي حتى كي باش نتزوج باش نقعد معاه انا وقتها انا عش ربما نجم ما نقعدش معاه انا وقتها وكاو امني معناتها وعدتها شنو باش تقعد معاها معناتها صحيح لازمك تقعد معاها وهاي نجم نقعد سامبلامي يا اخي شنو ما نجمش تقعد معاها سامبلامي انتم تويك كيفاش طبيعه علاقتكم علاش كي كلمتك ما قلت لك حد شيء؟ لا انا نسال فيك انت. علاقتنا كزوز اصحاب. معناتها اصحاب شنو؟ ما تشربوا قهوه تتقابلوا؟ نشربوا قهوه وكيك ونحوسوا كهو. ما فماش حاجات اخرى معناتها؟ لا لا ما فماش. بصراحه. بصراحه. هيك ضحكه هذيك هي هذيك هي هذاك اللي فما اللي ضحكت وانت هذاك هو. يعني نحبك انت تحكي لي مات احكي لك حكيت لك كل شيء طيب ما دام العلاقه ماشيه في طور هكايا علاش انت ما تاخذش قرار حتى ولو بس يكون قاسي عليها هي ولا عليك انت وتقولها نفصلوها الحكايه لا حتى القرار حتى شنو ياخذ روش يكون قاسي عليها هي مش عليها انا ايوه حتى ولو بس يكون قاسي عليها علاش انت ما تبادرش وتاخذ مو بشويه عاد انتم تعاركتوا اخيرا؟ اي تعاركنا اليوم. شنو السبب؟ السبب في التليفون صباح جاني تليفون قيمني اللي جا عرفي هكا قالت لي صباح كيفاش يطلبوا قبلي ويقيموك ويصبحوا عليك ويقولوا لك ان شاء الله نهارك زين ودار شنو بنتي راهو كذا تغشت كاو خليتها هكاك ما زيش عليها نهار كامل التليفون التوا ما هزيتش عليه التوا ما هزيتش عليه وفاء نعم نقول لك كتوسي سامحني كيفاش؟ لما نقول لك كتوسي سامحني تحب تقول شنو؟ يا كتوسي سامحني يا كتوسي سامحني شوف وفاء نعم انت كنت تسمع فيه في شي يقول نعم ها نعم كل شيء اللي سمعته وفاء معناتها يخليك انك عندك هكا ثقه كبيره انك باش تواصل معاها انا واثقه باش نواصل معاها على طول لين تموت انت واثقه اللي باش تواصل معاها على طول لين تموت انا ندبهم نحرقهم راكب باصتها انا ندبهم عيلتك باصتها برشا وفاء والله انا زوز حيرتوني بصراحه وانا نحسكم الزوز كانكم عايشين في عالم اخر
هو يقول لك ما يتقابل، اسمع حلمي يقول لك ما يتقابلوا ولا ما يتشابهوا راه بالطبيعة. ماني نحسكم كلي ما حكينكم ماني ماكمش ماكمش هنا معانا في الدنيا ما تتعيشوا. لا ماناش معاكم احنا بالرسمي ماناش معاكم. وين انتم؟ عايشين في كوكب وحدنا. اضحك اضحك. يا حلمي والله غالط اللي تعمل فيه. وهي بدي يصلي عن بي صلى الله صلى الله عليه وسلم. وحتى هي معناتها انا معناتها انت انسان ما دامك تحبها نورمالمون تنصحها تقول لها يا بنت الناس عيش ولم على روحك وتلهي بدارك. اي سورتو عندها صغير جاي يا حلمي في الثنيه. اي اسالها قل لها حلمي وش ينصح فيك. اسالها وفاء ينصح فيك هكا ديما. ايوه انت علاش كي ينصحك معناتها ما تسمع فاهم معناتها علاش مواصله في الغلط؟ حرام اللي يحب هو. كيفاش؟ حرام اللي يحب. يا بنتي حرام اللي يخون مش اللي يحب. اللي هذايا معناها الخيانة أكثر من شنو حرام اللي يحب. دي خيانة هذايا ظاهرة هكا ولا يا حلمي؟ بربي توافقني اللي هي خيانة ولا؟ لا ربما. لا مش لا ربما، خليك موضوعي بصراحة. قد يكون انت توا عازب ماكش قاعد تخون ما تسميش خيان، لكن انت يا لندرا هي بصراحه تتسمى خيانه والا لا؟ خيانه يعني. حلمي حلمي علاش هي علاش قاعده معايا؟ تقول لك الراجل اللي خديته ما نحبوش وقالوا لي خذوا بالصيف. اي هذه قالتهولي اي ولكن تويكا كما يقولوها اللوم بعد القضاء بدعه. ما تنساش حلمي بلي نسألك سؤال حبك تكون متفهم وجاوبني بصراحة. مش ما فيك لو فرضنا انت تزوجت ما كنت بشي جي نهار بتتزوج مش البنية هذي بالطبيعة بتتزوج انسانة اخر وتفيق من بعد انه الزوجة متاعك المستقبلية تعمل في نفس اللي تعمل فيه وفاء شنو يكون شكون يكون موقفك بربي؟ انا الساعة نجاوبك انا من اخوش طفلة ساعة متأكد منها هي تحبني وما تخونيش فهمني وما عندها حتى واحد في حياتها. يا اخي تو هو راجل وفاء معناتها يعرف اللي هي تحب في واحد ينجم يسال هو سبحان الله كي يسال ما يتوهش وينجم يتبع مش واحد مش ياخذ حاجه يشارك عمره كل كي ضحى عليه شهير من زمان يتبعها وين تمشي وين تجي وين دار شنو ينجم يعرف كل شيء فهمني اما هو طول خذيه وغصبوا عليها فهمني نجم عندها الحق حتى تخون انا معها خاطر هو مسيب الشيء نورمالمون هو يقف تبع الطفله عندها شي شكون كذا فهمني بعد ياخذ معناها هي عندها الحق توك تعمل هكا عندها الحق وانت زدت تشجعت كيفاش وفاء؟ قلت له قول اللي هو اكبر مني ب 20 سنه زوجك اللي انت مخدته اكبر منك ب 20 سنه به كي هو اكبر منك ب 20 سنه وغصبوك داركم باش تاخذوا والى اخره ما تنجم معناتها تفصلها انت وياه تقعدوا مع بعضكم تقولوا انا مانيش متفاهمين الى اخره يمشي كل واحد على روح دارنا ما يحبوش معناتها حتى بعد الزواج داركم مازالوا عندهم معناتها مازالوا عندهم سلطه في 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 بينك وبين زوجك وبالله وفاء كيفاش تنسق وقتك معناها بين دارك وبين حلمي و... ها؟ معناها منظمة معناتها الحكاية سيديش كل شيء مش معرفة جملة كيفاش معناها؟ معناها عايشة معه هو أكثر وزوجك ما عادي يعلق ما يسألكش معناها؟ عادي ما يقولكش لا وين مشيت لا وين كنت لا حتى شيء جمل مال عليه ما ياخذك هو علاش خذاك معناها تحفه ها تحفه شنو زين بيت الدار وانت تزين الدار معناها مش نورمال انت هاك موكش فيها الدار كيفاش بتزينها الليله تاعو حلمي نعم شيخ انت يا ماما ما
على كل حال انا خاصة ما تحكي اش بيك سايم ومخك لا من حكيت معك حكاية بصراحة ما تحكيها ما تراها ما هيش عادية بالكل اما فما حاجة حلمي انت عزبتني كي قلتها قلت انا حتى كي بس نتزوج انسانة اولا نحبها وثانيا نعرفها ونبدأ متأكد منها ومعتها وبتبدأ متأكد حتى ما هي تعرف شكون ولا ما تعرف شكون إلى آخره معتها أنت مقتنع أنه الوضعية اللي تعيشوا فيها أنتم ما هيش عادية بتبع ووضعية غالطة غير شرعية وقبيلة قلت كلمة قبل الأخبار قلت ربي توب علينا بتبيع. لأنه أنت تعرف اللي هذية من الحاجات الخايبة برسة وحاجات المحرمة حتى في ديننا نعرف أنا اللي نقوله لك إن شاء الله معناتها ربي نور لك طريقك حلمي عايش كنت زيادة أخويا وإن شاء الله إن شاء الله تكون أنت سبب في أنك تقنع وفاء أنه ترجع إلى الطريق السوي إن شاء الله يا ربي سلام ونسمع عليك كان الخير بلا يبارك وإلى اللقاء وفاء بلا يعرف وقل حاجة يسمع فيك هو قل سامحني وين صار ما بعدنا الليلة هذه أمور تحكيوا فيها بيناتكم لأنه أنا محبش ندخل في المواضيع هذه أنا ديجا رأى أنه العلاقة هذه غير شرعية وعلاقة يلزمها معتها من المفروض أنه تنقطع نهائيا وبصراحة معتها نشوفوا حاجات غريبة ومؤسفة خاصة في حق أطفال لأن وفاء معتها تنتظر في طفل ومعتها اللي تعيش فيه غير عادي في حق الطفل اللي جاي وفي حق حتى زوجها اللي صحيح أنه ربما هو متهاون وما يسألش وما يعرفش وغير ذلك يعني أنه ما هوش ربما واقف حسب اللي هي قاعدة تقول فيه والله أعلم طبعا ولكن رأى أنه الاعتراف قليلة وخاصة التراجع